أخبار التعليم. المادة ب 300 جنيه. التعليم بدأ تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية. أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم بطلبات اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني ولمدة يومين اعتبارا من اليوم السبت 12/2021 وحتى نهاية يوم الاثنين 4/2021 برسم قدره 300 جنيه للمادة الواحدة أسوأ في الدور الأول. وقالت الوزارة في بيان لها أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم الامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح التقدم بتظلم من نتيجته في المواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني. وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يتم دفع مبلغ 300 جنيه عن المادة الوحيدة من خلال أحد منافذ الدفع البنك المخصصة لذلك: البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أموال. وأوضحت أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع اختيار المادة التي يريد التظلم فيها مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به والاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي. وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلقي استفسارات الطلاب على الخط الساخن 19-368.